نكمل أقوال ماري أفرام. ماري أفرام بيقول: إن تهاونت بالأشياء البالية تنال الأشياء التي لا تبلى، فليكن عقلنا إلى فوق لأننا بعد مدة يسيرة ننصرف منها هنا، فالأشياء التي جمعناها لمن تكون؟ تاني، ماري أفرام بيقول: إن تهاونت بالأشياء البالية تنال الأشياء التي لا تبلى. يعني لو أنت ما اهتمتش كتير بالأمور الأرضية اللي تبلى، هيبقى لك نصيب في الأمور التي لا تبلى. فكل حاجة في إيدينا في الدنيا مصيرها الزوال ومصيرها الفناء، لكن الأمور السماوية كلها هتدوم. فالواحد لو ركز بعقله فوق، لأنه عارف أنه بعد شوية هيمشي، الأشياء التي جمعناها على الأرض هتروح لمين؟ فيعني يقصد الواحد يفكر دايما في السماويات، وما يبقاش متعلق بالأرضيات كتير، لا يزعل عليها زيادة ولا يمسك فيها زيادة ولا يفرح بها زيادة، تركيزه في السماء أكتر. إنما لذات العالم تزول كالظل. الظل لو الواحد بصله بعد ساعة يجي يلاقيه مش في مطرح، وبعد كم ساعة مش هيلاقيه خالص. فطبيعة الأمور الأرضية كده، بعد ساعة تلاقيها اتغيرت، وبعد فترة تلاقيها راحت خالص. كل الأمور الأرضية كده كالظل، حتى حياتنا يقول: حياتنا كبخار يظهر ثم قليلا ثم يضمحل. كلمة تانية تقول: لا تكونوا ملتزين بأن تطاعوا وفي أن تطيعوا ترفضوا. يعني ما تبقاش فرحان ان كلمتك الناس بتخضع لها، وانك عاوز كل الناس تقول لك حاضر، ولما تيجي بقى انت تطيع تبقى مش قابل الفكر. لا تتلذذ بأن تطاع وفي الطاعة تبقى رافض الموقف. برضو ده معناه نوع من الكبرياء، لما الواحد بيحب ان الناس كلها تخضع له، ده كبرياء. وطبعا النوع ده ما بيعرفش يخضع. فالطاعة دايما تكشف درجة الكبرياء. الاستعداد للطاعة مرتبط بالتواضع، كل ما كنت متواضع كل ما كانت الطاعة سهلة. يعني العذراء عشان متواضعة تلاقوها مطيعة جدا بسهولة. يوسف يقول لها نروح مصر، نروح مصر. أي حاجة نرجع من مصر، نرجع من مصر. ما تعترضش يعني على أي حاجة. فالطاعة علامة التواضع، والمتواضع يعني يستكتر يطلب من الناس حاجة، وسهل عليه يقول للناس كلها حاضر. إذا جلست في طاعة أب روحاني فلا تضع لك حدا فتقول: لا يمكنني أن أعمل هذا أو ذاك. برضو دي مفيدة في الاعتراف. لما تقعد مع أبوك الروحي ما تبقاش من النوع اللي هتقول له إيه دي دي لا. طب كنا زمان في الطب كده، يعني الدكاترة عارفين في بعض المرضى الحياة متعبين جدا، تيجي تكتب الروشتة يناقشك في كل كلمة، وبعدين يقول لك لا بلاش الدواء ده. يعني فمرة ليا صديق يعني قلع السماعة واداها للمريض في آخر القعدة من كتر ما تعب أعصابه، يعني عاوز يقول له بعدين يعني طب انت لا عاجبك الدواء ده والدواء ده بتقول لي طب اخده ليه، طب ممكن نغير الجرعة، طب ما انت اللي بتعالج كده. فاحيانا في الامور الروحية في ناس تعمل كده، تيجي لابونا بس يبقى هو اللي عاوز يمشي الدنيا على مزاجه. طب ما انت جيت ليه، انت جاي للطبيب يبقى لازم تسمع الكلام. فما تقعدش تقول لا مش هقدر، لا مش هينفع. بقدر الامكان قول هحاول وقول حاضر، تقوم تستفيد من القعدة. إذا جلست في طاعة أب روحاني لا تضع لك حدا، ما تبقاش داخل بنفسية يعني أنا هوافقه بس على الأمور اللي أنا يعني في دماغي، لا يمكنني أن أعمل هذا أو ذاك. في صلاة لماري أفرام كان يقول إيه: لا أحب أن أطيع وأشاء أن أطاع، لا أحب أن أكرم وأشاء أن أكرم، لا أحب أن أرحم وأشاء أن أرحم، لا أحب أن أنتهر وأن أنتهر،
لا أحب أن أظلم وأشاء أن أظلم، لا أحب أن يتكبر علي أحد وأشاء أنا أن أتكبر. يعني هو بيعترف يعني كنفس، يعني حاسة بذنبها، إن الواحد أحيانا بيبقى له رغبات في حاجات كتير قوي لما يجي الدور عليه هو ما يقبلهاش. يعني يحب إن الناس كلها ترحمه لكن يجي يرحم هو تبقاش سهلة، يحب إن الناس كلها تكرمه لكن هو يكرم الناس ما تطلعش، ويحب إن الناس تمجده هو يمجد الناس تبقى صعبة. في فترة اجتاحت مدينة الرها مجاعة شديدة، فترك القديس ماري أبرام خلوته بدافع محبته ليخفف عنهم وطأة المجاعة، وأخذ يحث الأغنياء أن يصنعوا رحمة، وظل يوبخهم على قساوة قلوبهم. فلما احتجوا بأنه لا يوجد من هو كفء وأمين للقيام بمهمة رعاية هؤلاء المحتاجين، قدم نفسه للقيام بتلك المهمة. فوافق الأغنياء، فاستحضر القديس 300 سرير خدم بها مرضى تلك المجاعة، وكان يخدم المرضى بنفسه ويساعده مجموعة من تلاميذه، بالرغم إن هو راهب ومتوحد. لكن لما حصلت مجاعة، شوفوا قلب الرهبان مليان حب، ترك التوحد بتاعه وبقى مهموم بالناس الغلابة اللي في المجاعة، ولف على الأغنياء طبعا لأنه محبوب وسيرته صالحة، فبقى يحثهم إن هم يهتموا بالجماعة دول، وهم مش لاقيين حد يقوم بالمهمة، فقال لهم طب أنا اللي هشتغل الشغلانة دي. فجابوا له 300 سرير، وبقت المرضى بتوع المجاعة هو اللي يخدم عليهم، وتلاميذه كمان بقوا يساعدوه في كده. إن كنت لا تستطيع أن يغفل أحد نظره عنك فلا تحول نظرك أنت عن حد. يعني إذا كنت تحب إن الأنظار تتوجه إليك، طب أنت ليه بنظرك ما تهتمش بكل واحد؟ أنت عاوز الناس تهتم بيك، هي نفس الفكرة، اهتم أنت بالناس، بادر أنت بالاهتمام قبل ما تنتظر من الناس اهتمام، زي اللي قاله ربنا يسوع: كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. كلمة تاني لماري أبرام يقول: لا يمكن أن تباع الأدوية السماوية والقدسية لأنه ليس لها ثمن، ولكنها بالدموع توهب للكل. الأدوية السماوية مقصود بيها الفضائل والحاجات الحلوة زي النقاوة، زي الشكر، زي البساطة، التواضع، القداسة، حب الناس، دي كلها فضائل، أدوية، أدوية لأنها بتعالج الرذائل. يعني البساطة ضد بقى الكلكعة، والتواضع ضد الكبرياء، والنقاوة ضد النجاسة والفساد. فالأدوية دي ملهاش تمن، الحاجات دي ملهاش تمن، إنما في الصلاة تقدر تشتريها. الصدق في الصلاة والدموع في الصلاة تجيب لك الحاجات دي. فالأدوية دي ملهاش تمن في الدنيا، لكن ممكن تنال بالصلوات الحارة. فأي فضيلة مهما كانت بعيدة عنك تقدر توصل لها بالتذلل والإلحاح على ربنا. يعني لو واحد غضوب وعاوز يبقى وديع الاكستريم التاني خالص ممكن، بس عليه بالصلاة بقى يزن شوية ويشتغل شوية لغاية ما يوصل ربنا يديله الوداعة. فيقول: فيا لقوتك أيتها الدموع، إلى أين بلغت حتى أنك تدخلين إلى السماء مجاهرة بلا مانع وتأخذين طلباتك من الإله القدوس؟ يا لقوتك أيتها الدموع، إلى أين بلغت حتى أنك تدخلين إلى السماء مجاهرة بلا مانع وتأخذين طلباتك من الإله الأقدس؟ كلمة تاني لماري أبرام: اكرم الشيوخ من أجل الرب، وشارك الشباب المتألم فتأخذ أجرك من الرب. يعني الناس الكبار اكرمهم عشان خاطر ربنا، واللي في سنك أو زيك شاركهم ألمهم فيبقى لك أجر من ربنا. الكبار عاوزين إكرام واحترام وخدمة، واللي قدك اللي منهم متألم شاركوا آلامه، دور على المتألمين وشاركهم آلامهم فتأخذ أجرك من الرب. كما أن الماء البارد للعطشان في وقت الحر، هكذا كلام التعزية عند الأخ في وقت حزنه. يعني الكلمة الحلوة في وقت واحد تعبان
زي كوباية مية ساقعة في يوم حر. فأحيانا الناس تبقى مجروحة ومتضايقة وحزينة، الكلام الحلو والكلام المعزي مفيد جدا لا يقل عند ربنا زي كأس ماء بارد لا يضيع أجره. فما تكون حران أوي وتعبان ونفسك في بق مية، افتكر إنك كمان لما تقول كلمة حلوة لواحد تعبان أنت بتعمل حاجة كبيرة عند ربنا. الغضب للإنسان حفرة، ومن يغلب الغضب يعبر الحفرة قفزا. حلو المعنى ده، يعني ايه؟ لما تغضب هتقع في حفرة، هتقع بقى ايه في انك ضايقت من حد، شلت من حد، قلت كلمة زيادة. لو شاطر تعمل ايه؟ عديها، نطها، يعني الحفرة موجودة كده كده، بس ليه تقع فيها؟ امسك نفسك وما تقعش فيها. فالغضب حفرة للإنسان، من يغلب الغضب يعبر الحفرة قفزا. طبعا احنا سهل قوي نفتكر المعنى ده في مصر، طول ما احنا سايقين وماشيين حفر في كل حتة، فأظن التدريب ده سهل، كل ما تشوف حفرة حاول تنطها. فافتكر ازاي تقفز من فوق الغضب. إن غضبت على أخيك تهين الله، إن أردت أن تغضب اغضب على الشر. اتغاظ من الغلط، ما تتغاظش من أخوك، أخوك غلبان، الشيطان ضحك عليه حتى لو كان غلط، إنما الغلط نفسه اللي فيه واللي فيك هو ده اللي يستاهل الغضب. فاغضب من الشر اللي جواك أو اللي جوا الناس، لكن ما تغضبش من الشخص، لأن الشخص دايما يعني مضحوك عليه، الشخص دايما هو اللي وقع، لكن مش الأذية منه هو. آخر حاجة القديس ماري أبرام يقول: أيها الرب الرؤوف، أسألك أن ترسل لي نعمتك تنتشلني من أمواج بحر الخطايا. أيها الرب، خولني أن أبصر هفواتي لئلا أدين أخي. حلوة الطلبة، يعني يا رب ساعدني أشوف ضعفاتي وهفواتي. يعني ساعات الواحد يبقى مش شايف وبيحاسب نفسه على الخطايا الكبيرة، فمطمن يعني مفيش سرقة، مفيش زنا، مفيش قتل، طب ما في حاجات كتيرة صغيرة. فبيقول له: يا رب ساعدني أشوف الغلطات الصغيرة كبيرة عشان ما دينش أخويا، لأن الواحد لما يشوف أخطائه قصاد عينه ما يعرفش يدين حد، لأنه هيبقى مشغول بخطيته بطريقة ما تخليهوش يقع في الإدانة أبدا.